ده طبيعي ولا نفخ؟ طبيعي يا فندم، طبيعي. ما شاء الله ما شاء الله. حضرتك خريج ايه؟ فنون جميلة يا فندم. فنون جميلة؟ انت اكيد فنون قتالية، فنون متوحشة جميلة. وسعادتك كلية الطب؟ قسم التشريح طبعا، قسم تأتيل، انما طب. ما شاء الله ما شاء الله. طيب يعني مبدئيا كويسين قوي. اتفضلوا استريحوا لغاية ما نجيلكم. اتفضلوا اتفضلوا. بعدين بقى الخمس مصايب دول كلنا على الله. اسم الكريم ايه؟ ناهض العدوي. لا والله. طيب وانت جاي لوحدك ولا جاي معاهم؟ وانت مالك؟ طب كويس. لا يعني كلكم اصحاب في بعض وجايين مع بعض ولا انت جاي فرداني؟ وانت دخلك ايه؟ خلاص يا عم حقك عليا. ايه يا ناهض في ايه؟ انا برغي معاك يعني عادي، اصل انا عايز مصلحتك وقلبي عليك. اصل الجدع اللي قاعد ورا هناك ده عمال جايب سيرتك من الصبح بكلام مش لطيف. لا يا راجل. ايوه صدق، ما تبصلوش بقى ما تبصلوش. وبعدين شكله كده بصراحه اجمد منك يعني. ها؟ يعني انت تعرفهم؟ نعرفهم واحد واحد. طب ما تقول يا اخي. الاولاني ده اسمه ناهض. التاني ده اسمه داغر. التالت ده اسمه فايد. فايد؟ طبعا لازم يبقى فايد. الرابع ده بقى اسمه اشرف. ايه اشرف؟ ده اسم غريب قوي. ماله اشرف؟ بس مراته خانته وهربت مع عشيقها. هو ده عشيقها؟ خلاص ساعتك. ايه عملت ايه؟ كله تمام، الناس مستنيين ساعتك بره عشان تختار منهم واحد. يلا. ايه ايه الدوشه؟ مش عارف. خليك انا اروح اشوف. لا انا جاي معاك. بيتك ده انت تقيل قوي. ما قلت لك يا ناهض هيضربوك، ما سمعتش كلامي. اصبر بقى لغايه ما يجوا. اه متاخروا كده ليه؟ يلا بقى. اهو جاي. ايه اللي بهدل المبنى بالمنظر ده؟ ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ لا مؤاخذه لا مؤاخذه سعاده الباشا، اصل العيال دي حبوا يتنططوا عليك مني قلب ابيض يعني، قمت موريهم الرجوله ازاي؟ انا يا باشا ينفع للشغلانه دي 100 100 كده. شغلانه؟ قول. مش معقول. ايه؟ امشي يا انت. يلا يلا روح انت على البيت دلوقتي. خرب بيه، عاوز اقول لك حاجه مهمه. تعالى تعالى معايا. هو قاعد يتحرك من هنا. خرب بيه. انا عاوز اقول لك. هتقول له ايه؟ عايز تقول له ايه؟ خلاص انا مشيتهم كلهم الحمد لله، دي عيال خيخه. ده انا اللي همشيك من هنا حالا. خيرت بيه الواد ده يبقى حاصل على الميداليه الذهبيه في الاولمبيكيات لعام 91 و92 على التوازن. اولمبيكيات؟ ايوه. لا ده انت قليل الادب وابن ايه الا الاب. يا سلم الطريقه بتاعتك دي، معلش يا ابني حقك عليا. مش طريقه دي بتاعت الموظفين بتوعك يا خرب بيه على فكره. وبعدين انا عايز اقول لسيادتك ان انا كنت الحارس الخاص لامين جامعه الدول العربيه والبطل احمد عبد العزيز. ومطلبوش كمان عشان خاطر شارع شهاب؟ حصل حصل وطلبوني عشان شارع شهاب، بس الحقيقه انا قلت اجي هنا اقرب. ما تقعد يا اخ سالم، ما تقعد واقف ليه؟ انت اللي تقوم تقف وانت بتكلمني. خلاص خلاص. لا لسه حضرتك مش خلاص ولا حاجه، انا مجهز لحضرتك كل الاوراق الخاصه تقدر تطلع عليها بنفسك. ايه الصور دي كلها؟ اول صوره دي وانا ببدله الكاراتيه. كاراتيه؟ وكان معاك حزام ايه؟ لا انا معايا حمالات. ايه؟ معايا حزام اسود غامق، اصل انا بحب الغوامق قوي. وزي ما انت شايف هنا سيادتك. ايوه. لا دي الصوره في هنا عليك، دي الصوره لما غلبنا مصر 2-0. ليه كنت بتلعب مع تركيا؟ وبعدين بقى في الاخ سالم ودي حضرتك هنا، بص الصوره دي لما كان معانا الكاس او الكاس. مين ده؟ انا. انت في الاوضه عندي. في الاولمبيكيات، في كل ده في الاولمبيكيات. وايه الصوره دي؟ وايه كفن؟ لا دي كنت باكل عادي ما فيهاش حاجه. دي ايه رايك يا سالم؟ انا شايف انه كويس وابن ناس. انا شايف انه صايع وابن صايع. تاني تاني يا اخ سالم تاني بتشتم ابويا؟ انا ابويا راجل محترم، انت تعرفه؟ ابويا راجل محترم جدا يا خرب بيه، وبيشتغل شغلانه محترمه جدا، بس واضح كده انه هيترفض منها النهارده بقى. انت اسمك ايه؟ زكي يا فندم. زكي ايه؟ ايوه قول له بقى ابوك اسمه ايه. لازم ينفعش اسمي والعيله على طول. ابوك اسمه لا لازم إيه؟ اسمه ثلاثي. اسمك ايه يا ثلاثي؟ اسمي زكي ناهض العدوي يا فندم. طيب يا زكي ناهض العدوي اتفضل، ادي العنوان ده تكون عندي بكره الصبح. ليه يعني انا كده اشتغلت يا فندم؟ اتفضل بقى. الله يكرمك. لا ربنا يخليك. اتفضل بقى دلوقتي. شكرا شكرا خرب بيه. شكرا.
سامع سالم، اقعد على الكرسي ده، انا مدفيه كويس قوي. نهار اسود امي. ايه رايك يا سالم؟ انا شايف انه كويس، هو مناسب يعني. بس يا خيرت بيه، انا شايف ان الواد ده حلنجي ونصاب. هو حلنجي بس مش نصاب، وانا كنت عايز واحد حلنجي ومطقطق كده، وكنت فاكر انك انت هترشحه لي في المقام الاول كده. بس انا بقى خير بيه متاكد ان الواد ده مش حي تاني. يا نهار اسود، انا مش فاهم انت عارف ليه بس عصبي بعمايلك فيا. بس يا واحده شويه، مش عارف عصبي ايه ده، شويه تعبتني بس ارحمني ارحمني. انت بودي جارد؟ ايوه. بعمرت ايه يا واد ده؟ جسمك ملوش وش من قفا. وقال ايه؟ قال ايه؟ قلبك ميت. انت قلبك ميت؟ ايوه. قسوتك عليا هي اللي موتت قلبي. بأمرت ايه يا اخويا؟ بأمرت العقل اللي بتاكلها كل ليله يا ياض؟ اخش اجيب لك سطر الجراليب من جوه؟ انت بتعايرني، دي كانت ملفات قديمه واتحرقت خلاص. انا دلوقتي بكافح يا بابا. بالنصب يا ابني الكلب يا ابني. يا بابا يا بابا يا بابا، انا ما عرفتش اربيك يا ليل. انا ايه مش هسيبك يعني، مش هسيبك. ايه يا زكي؟ تعال هنا. ايه يا زكي، انت عايز تجنننا ابونا ولا ايه يا زكي؟ مالك حاله يا اخي؟ اعمل معروف يا ابني، انا مش ناقصك. ركز زكي وراك، انا ابوك. ايه يا زكي في ايه؟ انت عاوز تجنننا ابوك ولا ايه؟ ويترفض ويبقى صايع زيك؟ انا مش صايع دلوقتي، انا بشتغل وبشتغل مع نفس الراجل اللي مشغله. يعني احنا الاثنين هنقبض من راجل واحد وانا هسيبك. يا ماما ده انا. ما انت قعدت تقول لي اوعى ما تمشي يا بابا. يا بابا الله، انا مش فاهم انت ليه بصصت في لقمة عيش. والله ما حد هيقطع عيش الا انت. اطلع يالا. اطلع. مش طالع يا ربي، بخلف فار. اطلع يالا احسن لك. مش هطلع خلاص. خليك يا اخوي، حتى بتاع السرير نام. ايه رايك بقى ان انا مش رايح الشغل بكره؟ وعايز لك وريني هتقعد قد ايه تحت السرير. وقع الخرطوم ده عشان بينقط ميه. مجنون الواد ده ولا ايه؟ والله مجنون. أنا قررت بسبب مشغولياتي الكتيرة إني أجيب لكم حد يبقى معاكم وياخد باله منكم. إيه يا بابي؟ أنت هتتجوز ولا إيه؟ حد جاب سيرة الجواز؟ أنا بقول في أمور كتيرة لازم تتصلح، وده بيتطلب إن يكون في حد معاكم جوه البيت، بره البيت. بره البيت أكتر من جوه البيت، يعني في العربية، في النادي. أظن الكلام بتاعي واضح. يعني حضرتك عايز تجيب لنا حد يراقبنا؟ انا قلت يبقى معاكم مش يراقبكم. صباح الخير. صباح النور. خيرت بيه موجود؟ افندم. سوري، خيرت بيه موجود؟ نقول له مين؟ قولي له زكي ان شاء الله. بخصوص ايه؟ هو عارف. هو عارف. مستر خيرت اتنت افيلبل ناو، يو كان كم اجين. اوكي، ثانك يو ثانك يو. كاسكول يا صباح على ميزون. صباح الخير. اهلا يا زكي، اتفضل تعالى اقعد. ما فهمك لازم تعمل ايه. انا فاهم كل حاجه حضرتك ومجهز نفسي تمام. يا سلام. طبعا ما تخافش. سيادتك، انا من واقع دراستي موقع الفيلا لقيت انها فيلا واطي، سور الفيلا واطي يعني، فمحتاجين عليه حوالي 6 7 متر تقريبا، وبعدين هنحتاج نزرع كاميرات هنا اهو في الاركان، وبعدين هنحتاج تقريبا حوالي 2000 متر سلك شايك. يا ابني انا مش جايبك تحرس الفيلا. يبقى المصنع. بالنسبه للمصنع انت سيادتك زي كده. بالنسبه للمصنع حضرتك، احنا ممكن نرجع كل الحاجات اللي جبناها دي، بس سلك الشايك خليه هنحتاجه. يا ابني ولا المصنع. يبقى مفيش حضرتك غير العربيه. سيادتك انا مش بتاع عربيات. العربيه دي حضرتك تجيب لها فانوسين شبوره وغطا جلد من الوكاله، وممكن كلب لولو صغير كده تحطه في التابلوي. هاو هاو، كل ما حد يقرب ناحيتها. سيادتك فهمتني غلط، بعد اذنك. استنى عندك انت. ايه يا ابني برباند؟ ما تديني فرصه اشرح لك انا عايز ايه. انا عايزك تحرس اولادي. اولادك دول؟ دول تجيب لهم حارس فلبيني. يا ابني ارجوك اسمعني، هقدم لكم زكي البودي جارد. ده بودي جارد؟ ده عامل زي البورس الجعان. بعد اذنك. شيرين بنتي وعمر ابني. واضح طبعا ان شيرين الكبيره وعمر الصغير. واضح ان رباط جزمتك مفكوك. انت كنت مستعجل ولا حاجه؟ أساساً مش بعرف أربط رباط الجزمة. أساساً. طيب مش كنت تقول كده؟ أنا رايح النادي. يلا يا عمر.
الحق معاهم يا زكي معاهم. طبعا. اسمع ها. شيرين شيرين تبقى معاها لحظه بلحظه، انت فاهمني؟ شيرين بالذات تبقى زي الله. طبعا. طيب بالنسبه لعمر اسيبه يتوه؟